أوكي، طلابنا الأعزاء، يعطيكم العافية. أنا اسمي مجيد مستراح. هذه أول محاضرة راح سجلها بالنسبة ل كورس الهيستولوجي اوف اورجانز بي 2204. أوكي، خليني بس أول شيء بعتذر إني تأخرت عن إني تو بليس هذا الريكوردينج امبارح. صار عندي تكنيكال بروبلم بخصوص الميكروفون، الحمد لله هلا اي فيكست ات. بدي اعمل انتروداكشن صغيره عن الكورس وبعدين ببلش بالشابتر 1 وبقول لكم عن الانستراكشن تبعه. اول شيء انا اي بليست البي دي اف فايل الهيستوري اوف اورجنز على الجوجل كلاس روم. يور سبوزد انه يوصلكم، ويفضل انه تعملوا له برنت اوت. ما بعرف، كل واحد عنده طريقته على كل حال. بالنسبه للكورس، هو كناية عن طبعا في بارشال اكزام فاينل اكزام، طبعا كل هلا التركيبه تغيرت. بس اول شيء بتمنى ان تكونوا كلكم بخير، وكلنا بنعرف طبيعه الظروف النفسيه اللي مارقين فيها كلنا بهذه الطريقه الجديده بالتعلم عن بعد. ولكن بدنا we need to manage بطريقة معينة لحاول نقطع الأمور بأقل ضرر ممكن. على كل حال، هذا الكورس هو كناية عن مجموعة شابتر، هو استكمال ال basic histology اللي أخذته بأول سنة، اللي كان عم يخبركم عن ال basic histology، يعني مثل epithelial tissue, connective tissue, muscle, bone وغيرها. هون هذا الكورس طبيعته هيستولوجي اوف اورجنز، يعني فتنا هلا بالسيستمز وبالاورجنز. بدنا نحكي على مجموعه سيستمز بهذا الشابتر بهذا الكورس، اللي هن بيسكلي راح نبلش بانتروداكتوري تشابتر بيحكي عن الميثودز اوف ستادي اوف تيشو سيكشنز، كيف نحن بندرس التيشو سيكشنز، هيستولوجيكال تيشو سيكشنز. وفي تشابتر بعدين سيركيولاتوري سيستم، بعدين الاميون سيستم اند ليمفويد اورجانز، بعدين دايجستيف تراك، بعدين اورجانز اسوشيتد وذ دايجستيف تراك اللي هو شابتر 16، بعدين شابتر 17 ذا ريسبيراتوري سيستم، بعدين شابتر 18 السكن، شابتر 19 ذا يورينري سيستم، شابتر 20 اندوكرين جلاندز، شابتر 21 ميل ريبرودكتيف سيستم، Chapter 22 Female Reproductive System, Chapter 23 The Eye and the Ear, Special Senses Organ. طيب هلا بالنسبة للMale Reproductive System والFemale Reproductive System ويمكن السكن، هؤلاء we may not cover them as the time allows. Okay. Eye and Ear بنحكي عن الأي specifically، إذا ما بعرف إذا كيف بدها تقطع الأمور. على كل حال، أو لأن مجموعة شابترز اللي نحنا we need to cover in this course. طبعا ما نسيت لكم بالنسبة لشابتر 1 كمان اللي هو histology and its methods of study، اللي هو راح يكون موضوعنا بالنسبة لليوم أو لهلا. طبعا الكورس هو 50% الفاينل اكزام، 25% البارشل اكزام، وفي عندنا 25% بتروح لللاب. اللاب اللي هو المفترض كنا ناخده وهلا موقفينه. على كل حال، يعني عمليا امكانيه الكورس تقطعه فيه سهله كثير صارت. اللاب تقريبا يعني علامته تقريبا بتكون مضمونه، بيبقى البارشل والفاينل. So don't worry about that. رح نحاول بهذا المسار اللي نحن متبعينه انه نرشق المادة بطريقة انه نقدر نوصلها، مع العلم انه في ظروف صعبة. هلا طبعا هي مادة صورية وفي شغلات تتطلب الانتر اكشن بالصف، ولكن مش موجودة. شو بدنا نعمل؟ رح حاول جهدي انه حاول اوصلها قدر الامكان. هلا بفترض انه الطريقة اللي لازم تتبعوها انه افضل طريقه انه that you read each chapter that we need to cover ahead of time. يعني هلا طبعا مثل اليوم هلا نحن اول وحده ماشي الحال، عندكم وقت على كل حال لحتى تقروها لهذه المحاضره. نظرا للتكنيكال بروبلم اللي صار انه ما راح يكون في عندنا زوم سيشن، راح احط هذا الليكتشر احطه على الكلاس روم،
الاربعاء الجاي بيكون عندكم اللكتشر الثاني اللي هي راح تكون اباوت السيركيولاتوري سيستم، والزوم سيشن راح تصير هو نيكست ثيرسداي حسب السكجول اللي نحط، بتكون تو ديسكاس اني question that you have regarding اثنين chapter، chapter تبع هلا وchapter الاربعاء الجاي اللي هو about the circulatory system. اوكي، وبعدين بنصير نمشي كل chapter بشابتر، الاربعاء بتكون lecture محطوطة على الكلاس روم، والخميس بتكون الزوم open discussion related to that specific chapter اللي نحط نهار الاربعاء. اوكي طيب، هلا افضل طريقه انه ما بعرف، انا بفضل انه تعملوا برنت اوت لهذا الكتاب اللي حطيته على الكلاس روم، وهيك افضل طريقه انه تكونوا قاريين ولو سمبل ريدنج يعني لهذا التشابتر اللي قبل ما تتسمعوا لمحاضرته، وبتجوا بتتسمعوا على المحاضره وبتشوفوا انه اذا في شيء مش واضح، في شيء مش واضح او مبهم، ساعتها بنحلها ان شاء الله بالاوبن ديسكشن تبع كل تشابتر. هلا لحديت ما هنشوف القضية يوم بدها تنتهي، بعدين ان شاء الله بنلاقي لها ترتيب، اذا في شغلات بعدها مش واضحة بنرجع بنعيد شرحها، او اذا تشابتر بعدها ما اكتملت بنرجع بنعيد بنكملها. اوكي، هلا بالنسبة لتشابتر ال 1 اللي هو هلا، طبعا لما انا احطهم على الكلاس روم راح صنفه، راح اقول تشابتر 1 مثلا، اذا كل تشابتر هو 1 لكتشر او 2 لكتشر او 3 لكتشر حسب كل تشابتر له حجمه، راح احط انا مثلا تشابتر 1 لكتشر 1، تشابتر 1 لكتشر 2، تشابتر 1 لكتشر 3. اوكي، يعني راح يكون كل تشابتر حده عدد اللكتشر اللي هن بيرتيننت تو ذات تشابتر. اوكي، بهالطريقه بتكون الامور منظمه، وان شاء الله راح احاول كل تشابتر اذا كان مقسوم لاثنين او ثلاثه لكتشر انه يكونوا ثلاثتهم محطوطين ورا بعضهم، هيك مشان بتكون الامور اوضح بالنسبه لكم. اوكي، وفي حال انا ما قدرت احط مثلا اثنين لكتشرز اللي هن تابعين لشابتر معين بنفس الاسبوع، ساعتها I let you know من خلال المندوب. اوكي طيب، هلا بالنسبه لاول شابتر اللي هو هيستولوجي اند its methods of study، هذا chapter هو introductory لبعض بعض الشغلات اللي بدنا نحكي عنها، اللي هو how to prepare a tissue section to be examined under the microscope. اوكي، هلا طبعا بعتبر بفترض انه انتو عندكم المام باستخدام الميكروسكوب، على اعتبار انه ممكن اول سمستر تعلمتوا كيف تستعملوا اللايت مايكروسكوب، اكيد لانه في كمان الكترون مايكروسكوب، في ديفرنت تايب اوف مايكروسكوب، بس اقل تعلمتوا انتم بالنسبه لللايت مايكروسكوب. هلا الهيستولوجي بشكل عام، اذا بنجي نعرف عنها، هيستولوجي هي ذا ساينس اوف ستادي اوف تيشوز. احنا we all know انه في عنا 4 basic type of tissues that constitute or that are present in the human body، اللي هن epithelial tissue, connective tissue، في عنا muscle tissue، وفي عنا nervous tissue. اوكي، او اللي هن 4 basic type of tissues. طبعا كل واحد منهم لما نقول muscular tissue ممكن عم نقصد فيه هون مجموعة different type of muscle tissue، سواء smooth muscle أو cardiac muscle أو skeletal muscle. إذا بنقول epithelial tissue that we find it everywhere، بنشوفه along the gastrointestinal tract, respiratory tract, whatever we have بهالمحلات في عنا epithelium. وفي عنا nervous tissue اللي مقصود فيه ال nerves. أوكي، nerves. وفي آخر شيء في عنا connective tissue اللي هو كمان نوع من التشو الموجود كمان everywhere. في عنا مجموعة structure هن يعتبروا special form of connective tissue، مثل ما بنحكي مثلا عن البون، بنحكي عن ligament، بنحكي على التندم، حتى ال blood is a liquid form of connective tissue. اوكي، so basically all four basic type of tissues هن اللي بتشكلوا منهم كل ال organ that make up the human organism. هلا بالتعريف، what is a tissue؟ A tissue هو a set of cells working together اوكي ليعملوا tissue معين. اوكي، هلا فكرة الهيستولوجي هي بالتعبير اللاتيني بنقول هيستو، هيستو مقصود فيها
ويب، يعني مثل شبكة. لما نقول مجموع cells coming together to constitute a tissue، يعني في عندي بس أقول cells مع ال surrounding تبعهم. نعرف نحن كل tissue is made up of cellular component and extracellular component. يعني في عندي cells وفي عندي extracellular matrix. لما نقول extracellular matrix معناتها مقصود فيه يعني مجموع الفايبرز بانواع مختلفه، سواء الاستيك او كولاجين فايبرز او وات ايفر او ريتيكولار فايبرز، زائد الجراوند سابستانس اللي هي خلطه بروتيوغلايكان، جلايكوزامينو جلايكان، جلايكوبروتين، كل هالماكرو مولكولز اللي هن الماكرو مولكولز تبعوا الجراوند سابستانس زائد الفايبرز توجذر بيعملوا شيء اسمه اكسترا سيلولار ماتريكس. وفي عندي السيلز. هلا السيلز مع الاكسترا سيلولار ماتريكس تبعهم هن بشكله شبكه وحده ذات ار انتراكتنج وذ ايتش اذر. اول شيء مجموع السبستنسز ذات ميك اب ذا اكسترا سيلولار ماتريكس هن سينثيسايز باي ذا سيلز. وبنفس الشيء السيلز عندهم ريسبتورز على السيرفيس تبعهم، اوكي، اللي بتخلي هول السيلز يتاثروا بالمكونات اللي هن صنعوهم. يعني عمليا الاكستسلولار ماتريكس ماكرو مولكولز زائد السيلز بيأثروا على بعضهم البعض، اوكي. اي ستيمولنت او انهبيتورز بيجي على التيشو عمليا بده بيأثر على المكونين اللي هن السيلز والاكستسلولار ماتريكس ماكرو مولكولز، اوكي. واحيانا في عندك مؤثرات من الاكستسلولار ماتريكس بتاثر على السيل نفسها، وفي عندي كمان السيل نفسها بتاثر على مكونات الاكستسلولار ماتريكس. يعني عمليا السيلز الاكستسلولار ماتريكس هن بسموهم بيمثلوا شيء اسمه كونتينوم، يعني حاله متكامله مع بعضها البعض. وبنفس الوقت الاكستسلولار ماتريكس هو يعتبر الميديوم، الوسط اللي من خلاله السيل تتفاعل مع محيطها، اوكي. يعني اي تبادل مثلا للسيل لميتابولايتس مثلا، او انها تكب ويست مثلا، او تاخذ اكسجين او تكب سي او 2، هذا التبادل اللي عم بصير ما بين السيلز اند بلاد فيسلز، اوكي، من خلال شو عم بصير؟ من خلال هذا الميديوم اللي اسمه اكسترا سيلولار ماتريكس، اللي هو مؤلف من مجموعه مكونات عم تسبح فيهم هيدي السيل. وبالتالي صار هذا الاكسترا سيلولار ماتريكس ضروري للسرفايفل اوف ذا سيل. هلا علم الهيستولوجي، اوكي، ذا ساينس اوف ستادينج تيشوز، بيركز على شيء اسمه على ستراكشر. وبالتالي في علاقه وثيقه ما بين الستراكشر والفانكشن، اوكي. اذا الستراكشر اللي هي موجود عليها التيشو الفلاني مثل ما هي بتعمل لي فانكشن بطريقه معينه، ولكن اذا صار في عندي اني change in that structure, definitely that change in the structure is going to influence شو the function. وبالتالي بيصير في عندي change in function. Okay, so في عندي a close relationship between structure and function. وبالتالي علم الهيستولوجي هو وظيفته to study the structure of tissue using a tool مثل الميكروسكوب بأشكاله المختلفة in order to try to understand if there is any change in structure that will make us understand أو predict مثلا predict انه يصير في عندي change in function. اوكي؟ هلا التيشو اللي نحن بدنا ندرسها طبعا نحن عم نحكي عن سيلز وعم نحكي عن ماكرو مولكيولز اللي هن فيري ماينوت ان سايز، وبالتالي كانت بي سين باي ذا نيكد اي. وبالتالي طبيعه الهيستولوجي تفترض انه يكون في عندنا هيلبينج تول لان تو ستدي ذا ستراكشر اوف سيلز اند تيشو اند ذا اورجانيزيشن اوف ذا سيلز اند ذا اورجانيزيشن اوف ذا اكستسلولار ماتريكس، كل هيدي التركيبه اللي اسمها تيشو لنقدر ندرس شكلها وتنظيمها وتوزع الكومبوننتس تبعها. وي نيد تو وي كانت سي ات بذا نيكد اي، وبالتالي بحاجه لعامل مساعد اللي هو الميكروسكوب اللي بيساعدنا على تكبير هذا التيشو نحن لماجنيفيكيشنز معينين ان اوردر تو بي ايبل تو
see in details or somehow in details the various components that constitute that tissue. Okay. هلا طبعا في عنا different type of microscope. في عنا شيء اسمه light microscope. اوكي اللي هو بيعتمد على الضوء كمصدر على اللمبه كمصدر للضوء في اللي عنده قوه تكبير معينه اوكي مثلا مثل اللايت مايكروسكوب اذا بنحط تشو سكشن بنطلع عليها هذا بيسمح لنا اللايت مايكروسكوب مثلا انه نكبر هذا التشو سكشن اب تو 1000 ل 1500 مره بينما لا اذا انا ما بقدر اشوف كل الديتيلز ولكن اذا بدي اشوف ديتيلز اكبر واداء ساعتها انا بحاجه لروح استعمل مثلا الالكترون مايكروسكوب اللي هو بيتكل على الالكترون كسورس كسورس that allows me to visualize further details at the level of that tissue وبالتالي هذا الالكترون مايكروسكوب allows me to magnify my tissue حد ال 400 ل 500 الف مره اوكي okay, so you can appreciate انه قدرة الماجنيفيكيشن عند اللايت مايكروسكوب بفرق كثير عن الماجنيفيكيشن عند الالكترون مايكروسكوب كل ما كبرت قوة الماجنيفيكيشن كل ما كان عندي إمكانية إني أنا شوف الشغلات with better details أوكي هلا الكور تبعه للشرح اليوم هو how to prepare my tissues to be studied under the microscope هلا طبعا أنتم مثل بأول بالكورس السمستر الماضي تبعه البيزك هيستولوجي لما كنتوا تطلعوا على تيشو سكشنز وتعملوا له الليبلنج وترسموهن وغيرها هذه التيشو سكشن هي السلايد اللي كنتوا تطلعوا عليها تحت الميكروسكوب اللي كان عن جلاس سلايد وعليها سلايس صغيره سلايس صغيره رقيقه اوف تيشو معين محطوطه على الجلاس سلايد ومغطايه بزاز صغيره مربعه بسموها كفر سليب مثبته عليها وملونه هذه التيشو سكشن وعم تطلعوا انتم على هذا التيشو وتشوفوا شو في ديتيلز اوكي موضوع اليوم انه هذه التيشو سكشن اللي شفتوها انتم على الجلاس سلايد طب كيف لحتى وصلنا لهون وصلت وصارت بهذا الشكل اللي هي عليه واللي انتم عم تقدروا تشوفوها تحت الميكروسكوب هذه بسموها في مرقت ببروسيس معين هيدي شقفة التيشو ستبس معينين عندي لاب حضرنا فيها هيدي التيشو سكشن لصارت جاهزه تو بي اكزامند اندر ذا مايكروسكوب طبعا بنحكي هون لايك مايكروسكوب هلا the way we prepare our tissue to be studied or to be examined under the microscope اوكي راح امرق عليها هلا هي فيها مجموعه ستيبس اوكي وراح اعمل comparison بين طريقه تحضير التيشو سكشن for to be examined under the light microscope وكمان طريقة تحضير التيشو سكشن to be examined under the electron microscope طبعا الالكترون مايكروسكوب انتم مش شايفينه هو انسومنت كبير بده غرفة تقريبا لا يستوعبه ولكن رح احاول اقرب الصورة لتقدروا تفهموا الفرق بتحضير التيشو سكشن between the light and the electron microscope اوكي ستيبس اللي هن نحن بنحتاج انه نعالج فيهم اور تيشو سامبل لحديت ما توصل يصير عندي ثين تيشو سكشن موجوده على جلاس سلايد لاقدر اشوفها تحت الميكروسكوب هن كالتالي هن ستيبس مثل ما موجودين هون ملاحظين انتم لحقوا هذا الارو اللي هون اللي هو فيكسيشن ديهايدريشن كليرينج انفلتريشن embedding, trimming, then we have microtome, use of microtome, okay, وبعدين هلا بقول لكم التفاصيل الثانية. So هولي مجموعة steps، يعني أنا بدي أفترض مثلا إنه أنا بدي أشوف tissue section of a liver أو kidney أو heart أو muscle أو أي organ أنت you are interested in. Let's say for example أنا بدي أشوف structure of the liver under the microscope. What am I supposed to do? أول شيء بجيب مثلا experimental animal. Let's say أو حتى human ممكن يكون تشو جاي من عند human. أوكي مثل ما بصير بالعمليات الجراحية وبتاخد بايوبسي اللي هي خزعة من تشو معين وبنبعت على الميكروسكوب بنعمل له بروسيسنج معين وفقا لهو ستيبس اللي هنحكي عنهم هلا
لحتى نقدر نشوف طبيعته لهذا التيشو، تركيبته، ستراكشر تبعه، هل في تغير بالستراكشر تبعه. نحاول نربط هذا التغير هذا بطبيعة الباثولوجي أو الأبنورماليتي اللي عم بيعاني منها هذا المريض. هذا الشيء بصير عادة حتى بصير بالعمليات الجراحية. بيكون شخص لسه عنده تيومر، بنعمل له عملية جراحية، ببين إنه في عنده تيومر، وبالتالي هذا التيومر نحن نقدر نعرف طبيعته، بدنا ناخذ خزعة منه، شقفة منه، تنبعت على الباثولوجي لاب. بالباثولوجي لاب احد وظائف الباثولوجي لاب انه يعملوا بروسيسنج لهذا التيشو وينجوا منه سلايس، ها، مثل اللي شفتوها انتم، بتشوفوها عاده باللاب تحت الميكروسكوب، وبيلونوها لهذه سلايس او تيشو سكشن، وبيطلعوا لشوفوا الالترا ستراكشر او ستراكشر تبع على هيدا التيشو. بناء على تشينجز الحاصلين بهيدي ستراكشر بيقدروا يبنوا رأي طبي لحتى يحددوا، فور اكزامبل، انه والله هذا التيومر مثلا هو اسمه كذا، واي ستيج حتى، اوكي، طبيعة التيومر، طبيعة الستيج تبعه. طيب بس نحن بالروتين عادة هول عم تطلعوا علينا انتم باللاب، هن كناية عن بس فور ليرنينج بيربسز، يعني عندنا مجموعة تيشوز مثل ليفر، كدني، هارت، ماسل، ابيثيليال تيشو، كونكتيف تيشو، البتكونية، ثايرود، جلاند تيشو اكسترا، ومعمل منهم سلايسات فور ليرنينج بيربسز بس حتى تتعلموا ذا نورمال ستراكشر او الترا ستراكشر اوف ذيس فاريوس تيشو سكشنز. اوكي، طيب هلا let's say I'm interested ان انا to study a liver. اعرف كيف structure تبعية الليفر as seen under the microscope. انا بحاجة اني اجيب مثلا let's say a liver from a mouse مثلا، فبجيب ماوس بيجي بيعمل له انستيزيا بطريقة معينة، بخدره، بعدين I cut it open، بلش بفتح بطنه لهذا الماوس مثلا او الرات او whatever. اوكي، and then I excite the liver from its abdomen. شيل الليفر. الليفر هي قطعة كبيرة، لنقول كبيرة يعني طبعا بحجم الماوس عم بحكي، هي قطعة كبيرة. انا لا اقدر اعمل بروسيسنج لهيدا التيشو، بحاجة على اني اخذ الليفر. اوكي، by the time we excite the liver عمليا، او by the time we cut the animal open عمليا، بتبلش عملية الديتيريوريشن لهيدا التيشو. يعني في خطر اني، او مش في خطر، راح بيصير، اللي راح يصير هو انه هذا التيشو راح يبلش هو يتحلل. اوكي، تو بي ديجريدد. هلا التحلل هذا نابع من بدايه تحلل البروتينات ذات ميك اب ذات ذا سيلز ان ذات تيشو. اوكي، عمليه الديجراديشن، دي ناتشوريشن اوف بروتين، بصير في عمليه ان اكتيفيشن اوف انزيمز، يبطل في عندنا اي تي بي، وبالتالي كل الميتابوليك اكتيفيتي بتوقف، وبالتالي ببلشوا يشتغلوا الانزيم، يعملوا نوع من الدايجشن للتيشو، يعني كل التيشو راح يخرب. هلا ان اوردر تو افويد ذات، لانه انا اذا بدي اقول لكم شغله، اذا انا بدي احضر تيشو سكشن اطلع عليها تحت الميكروسكوب، مفترض اللي عم بتطلع عليه انه يشبه عمليا شكل التيشو مثل ما كان بعده موجود in the living state of the animal او the human. صح؟ يعني انا عم بطلع على tissue section، ما المفترض انه انا عم بطلع على tissue section يعطيني صورة معاكسة عن حقيقته هذا التيشو مثل ما كان موجود وين؟ بقلب الانيمال. فلا اقدر احفظ هالمسألة هيدي، يعني يكون عم بطلع على tissue على سلايد تحت الميكروسكوب، مفترض انه ليعطيني صورة تقريبا مشابهة عن هذا التيشو مثل ما كان بعده موجود بالحالة الحيوان لما كان بعده alive. اوكي، لازم اعمل step بيسموها شيء اسمه fixation. يعني I need to fix my tissue بمادة بسموها fixative. اوكي، اللي هي هاي المادة شو بتعمل؟ هي كناية عن solution that cross links الامينو جروب تبعول مين البروتينات، وبالتالي بتمنع degradation or the denaturation of that of all the protein that make up شو that cell أو make up مثلا الكولاجين أو make up الميتوكوندريا أو whatever. okay so أول ما نفتح الحيوان ومنشيل الليفر بلشت عملية التحلل. فأنا شو بدي أعمل؟
اول شيء بياخذ هذا الليفر قطعه كبيره وبفرمها لقطع صغار انتو سمول كيوبس، يعني بتطلع مثل هون بقول هذا قطعه كبيره قسمتها لقطع صغيره. ليش بدي اقسمها لقطع صغيره؟ لانه بالنهايه هول الكيوبس رح احطهم انا بسوليوشن مثل هذا بيكر هلا هون، اوكي، في بقلبه ماده بسموها فيكساتيف، وهذه ستيب بنسميها فيكسيشن اوف ذا تيشو. لاقدر انا تو الاو انه هذه السوليوشن تو انفلتريت انتو ذا كل مكوناته لهذا التيشو ليعمل كروس لينكينج لكل البروتينات، وبالتالي يعمل عمليه بريزرفيشن لكل مكوناتها لهيدا السيل. مفترض انه تكون القطع صغار، لانه كل ما كان القطع صغار كل ما كانت عمليه الانفلتريشن اوف ذا فيكساتيف سوليوشن انتو اول ذا كومبوننتس اوف ذا تيشو بتكون افضل. كل ما كانت القطعه كبيره كما كانت عملية الانفلتريشن أصعب. عشان هيك قطعة الليفر الكبيرة اللي أنا شلتها من الحيوان رح إجي قصمها انتو سمول، بقصها بالسكينة انتو سمولر كيوبس، واحدة اثنين عشرة اللي هن، وبيجي بسقطهم لهول الكيوبس وين؟ ببيكر صغير بقلبه سوليوشن بنسميها فيكساتيف. مثل شو فيكساتيف؟ هلا أنا عم بحكي أنا بالنسبة كيف أنا حضر تيشو سكشن لللايت مايكروسكوب، بعدين بعمل كومباريسون كيف ما نحضر للإلكترون مايكروسكوب. عمليا هن بيشبهوا بعضهم ستيبس كلهم في بعض مع بعض الفروقات، اوكي. فالاول ستيب هو ديب التيشو بقصه انتو سمول كيوبس، then I throw I immerse those cubes into that small beaker containing a fixative solution بنسميها فيكساتيف. فيكساتيف مثل مين؟ مثل فورمالين. فورمالين شو الفورمالين؟ هو كناية عن 37% من مادة اسمها فورمالديهايد. هذه الفورمالين او 37% فورمالديهايد هذه اللي هون بسقط فيها هذا الكيوب وبتركها له شي ساعتين. بعد ساعتين هذا بقوم هذا الفورمالين انفلتريت انتو ذا كيوب اوف ذا ليفر هذا، اوكي، وبفوت بيعمل فيكسيشن لكل مليارات السيلز اللي هن كونتيند وذين ذات كيوب اوف ليفر. بعد ساعتين، اوكي، بلجا لستيب تاني. شو هي الستيب التانية؟ اللي هي هون عنا بلشنا بالفيكسيشن، بعدين بنروح على شيء اسمه ديهايدريشن. برجع بشيله لهذا الكيوب، اوكي، من هذا البيكر وبسقطه ببيكر تاني. بس هذا البيكر تاني شو بقلبه؟ اوكي، بقلبه الكحول، نيملي ايثانول. ايثانول، اوكي. هلا انا الستيب التاني شو هدفها؟ انه اطرد الماي الموجود بقلب هذا الكيوب باي يوزنج ايثانول. عادة هذه ستيب هي بسموها dehydration. I need to dehydrate my tissue by placing the هذه القطعة الكبيرة of tissue, okay, of liver tissue into شو هي a solution of ethanol. عادة بنسقطه لنقول 10 دقائق هون، هلا لأنه الإيثانول بنحطه فيه بيكون هو graded series of ethanol. يعني ببلش مثلا 70% ethanol بتركه الكيوب 10 دقائق. بدع بياخده بشيله من هون بحطه ببيكر تاني في بقلبه 80% ايثانول شي 10 دقائق كمان، برجع بشيله من هون بحطه ب 90% ايثانول، برجع ب 100% ايثانول. يعني في جريد سيريز اوف ايثانول، اوكي، وير اي بليس ماي كيوب. بهالطريقه هيدي بكون عم بطرد المي شوي شوي، بلشت بلور كونسنتريشن لو وصلت لل 100% ايثانول ذات هاز انفلتريتد انتو ذا كيوب اوف تيشو، وبالتالي طرد الماي منه، وبالتالي صار في عندي شو كيوب هون اوف تيشو ديفويد اوف ووتر. طيب ثالث ستيب بنسميها كليرنج. شو يعني كليرنج؟ كليرنج يعني انا هلا بدي اشيل هذا الكيوب اللي كان هون، هذا صار هون رجع صار هون، اوكي، بدي احطه بيكر هون. هاي ستيب بسموها كليرنج. كليرنج يعني بحط معه سوليوشن هون سولفنت معين، اورجانيك سولفنت، مثل مثلا اللي بنستعمله عاده واحد اسمه تولوين. تولوين اذا انا اورجانيك سولفنت اللي هو عنده القدره شغلتين، انه من ميله ات از ميسبل يعني بيدوب وين؟ بالالكوهول، اوكي، وبنفس الوقت بيكون بيدوب وين؟ بشيء اسمه بارافين. بارافين مثل ماده شمع، اوكي، اللي هي بعدين رح احطها هون هلا بعد شوي رح احكي عنها. سو بيسكلي انا ام شوزينج ان اورجانيك سولفنت مثل التولوين ميسبل ان بوث الكوهول اند بارافين. طيب
كليرنج يعني انا ام رندنج ماي تيشو، هذا الكيوب كله كلير. كلير يعني هيك مثل ترانسبيرنت بصير، اوكي. وبالتالي لهذا اعمل كليرنج، انا بدي سقطه بسوليوشن لهذا الكيوب اسمه تولوين. تولوين لانه مسبب مع الالكوهول شو بيعمل، اوكي، بفوت على قلب مكوناته لهذا الكيوب وبيطرد مين الالكوهول. يعني كانه نحن عم نخلي جيب هالتيوب هالكيوب اوف تيشو عم طردت المي اول شيء، بعدين فات محل الالكوهول، بعدين بجيب سولفنت ثاني بيطرد الالكوهول بفوت هو محله and infiltrate into that cube من هو تولوين، اوكي. هذا بسموه انا هذا التولوين هو اللي بيخلي التيوب شو الكيوب هذا very clear. كلير يعني مثل ترانسبيرنت، اوكي. بعدين بروح على ستيب رابعه شو بسموها انفلتريشن. شو يعني انفلتريشن؟ يعني هلا باخذ هذا التيوب الكيوب وبحطه وين؟ ببيكر صغير بقلبه ماده اسمها شو؟ بارافين. بارافين كيف الواكس الدايب، يعني الشمع الدايب، هذا اسمه بارافين. فبترك الكيوب هون بالبارافين لفتره معينه وين؟ ان ذا اوفن at 52 degree to 60 degree. ليه؟ لحتى يظل melted البارافين، لأنه البارافين إذا ما عنده حرارة عالية it will harden. yeah. لما نحط أنا هيدا البيكر الصغير هون بقلبه هيدا الكيوب of liver at 60 degree temperature، okay. this will allow okay. هذا البارافين to infiltrate انتو كل مكوناته لهذا الكيوب. يعني عمليا هلا صار فات البارافين على كل ارجاء شو هو السيلز واللي حواليه هون جوات هذا الكيوب، اوكي. وبما انه هو محطوط على حراره عاليه، هي الحراره بحد ذاتها بتؤدي ل evaporation of the تولوين اللي كان هو اللي عمل لي كليرنج لهذا الكيوب. فعمليا صار عندي هلا هون كيوب انطرد منه التولوين at high temperature وصار هذا الكيوب infiltrated with waxy material بنسميها بارافين، اوكي. هلا هلا بفهم ليش البارافين. بعدين الخطوه الخامسه اللي هي مين؟ انه نعمل شيء اسمه امبيدنج. شو يعني امبيدنج؟ يعني هذا الكيوب نفسه هذا مثل ما هو بشيله من الاوفن تحت هالحراره وانا بحطه at room temperature، يعني بطل عنده حراره عاليه. At room temperature اللي بصير انه بس عفوا قبل الروم temperature، قبل الروم temperature نحن عنا infiltration، اوكي، ادت الى طرد التولوين. بعدين الانفلتريشن نعطي وقت لهذا البارافين انه يفوت على على مكونات كل الكيوب اوف ليفر، اوكي. طيب بدنا باخده من هون بحطه على room temperature، اوكي. ملاحظين انه at room temperature the paraffin حوالين الكيوب شو بيعمل؟ it will harden، صار مثل بلوك هيك جل قاسي، اوكي. وبقلبه وين على الان؟ على الان الكيوب of liver، اوكي. هيدي step شو بنسميها؟ embedding. شو يعني embedding؟ يعني I'm embedding، يعني عم حط جوات هذا البلوك of paraffin، اوكي. I'm embedding my tissue sample، اوكي، within a block of hardened paraffin، اوكي. يعني صار عندي paraffin جواته للكيوب وعندي paraffin كله حواليه، اوكي. هذا paraffin at room temperature بيجعل عندي هذا الشكل هيدا اللي هو hardened paraffin بهالشكل هذا، اوكي. هي بسموها embedding. So I'm embedding my cube of liver within شو hardened paraffin، اوكي، او اللي صار هارد بعدين بعد ما حطيته at room temperature. الخطوه السادسه انه هذا البلوك شو بدي اعمل له؟ بدي اروح اعمل له تريمينج. كيف يعني؟ هلا ليش انا عملت هيك؟ انا بحاجه لانه هذا البلوك اوف تيشو او التيوب اوف تيشو انه يكون حوالينه سبورت ذات از هارد، عنده مدعوم بهارد سبورت. ليش؟ لانه هلا بعدين بدي اروح اعمل سلايسز منه لهذا المربع كله، هذا المربع كله بارافين وبقلبه الكيوب اوف ليفر، بدي اعمل سلايسز منه، اوكي. هذا سلايس لا اقدر اعمل سلايسينج، لازم يكون في حوالينه هاردن سبورت، والا ما في طريقه، ما بقدر شيء انا، يعني تكنيكلي ما بقدر
جيب هذا الكيوب لحاله واقعد افرم فيه، يعني مش عم بفرم لحمه مفرومه هون. الفكره لانه انا بدي اعمل منه سلايس بسمكه مايكروميتر، وبالتالي هذا السلايسنج بسمكه المايكروميتر بحاجه انا اكون عنده حوالينه هاردن سبور، اوكي، تو ايز لحتى تو فاسيليتيت ذا سلايسنج بروسيس. اوكي، هلا بفهمه بعد شوي. سو هلا انا باخذ هذا البلوك، اوكي، بعد ما اعمل له امبيدنج بدي اعمل له شيء اسمه تريمينج، لانه انتم اذا بتاخذوا البلوك هيك والكيوب بنصه، يعني عمليا حوالينه انا بدي اعمل سلايس هلا، سلايس ورا الثاني، سلايس ورا الثاني. اول شيء بدي اعمل تريمينج، يعني اقعد ابريه لاتخلص من كميه الواكس اللي حواليه عبال ما توصل السلايس وتصيب مين الكيوب اوف ذا ليفر. اوكي، هي العمليه كيف بتصير هون في مكنه اسمها هيدي، اسمها مايكروتوم. مايكروتوم مكنه ذات الاوز ذا سلايسنج اوف هذا البلوك اوف بارافين وبقلبه الكيوب اوف ليفر انتو ثين سلايسز او الترا ثين سلايسز بسمكات مايكروميتر. اوكي، هذه المكنه ذات الاوز ذا سلايسنج اوف سلايسز اوف فيو مايكروميتر ثيكنس بنسميها مايكروتوم. هي شو هي مايكروتوم؟ كنايه عن هون في شكل، هون هذا شو اسمه، شايفينه هذا البارافين، هذا التيشو. اوكي، هذا كله، هذا البلوك، هذا البارافين البلوك كله، وبنص البلوك شو في عندي؟ الكيوب اوف ليفر، هذا اللي شفناه من شوي. اوكي، بيجي بعلقه هون، بثبته بهذا بسموها بلوك هولدر، يعني بلوك هيك بتفتح بفوت الكيوب وبسكر عليه، صار على الان هذا البلوك، هذا المربع، اوكي، وبقلبه التيشو. نعم، وفي عندي هون قدامه من قدام ستيل نايف، نايف ميد اب اوف ستيل، مثل هيك شارب ايدج هون، اوكي، ومن قدام في يعني مثل هيك يعني كونتينر صغير قدامه، بس اعمل سلايس بتقوم السلايس بتطلع على السيرفيس تبعه لهذا الكونتينر. على كل حال، وهون على الزاويه هون شو في عندي؟ ويل، دولاب. اوكي، هلا هذا الويش وين بعيره انا، هذا المايكروتوم هذا بعيره بشكل انه بقول كل ما ابرم هذا الدولاب برمي لقدام كلوك وايز، بيقوم هذا اللي اسمه بلوك هولدر بيقرب لقدام بنفس العيار. منيح، بس يقرب لقدام وبيرجع بيطلع طلوع وبينزل نزول، يعني بس كل ما ابرم دولاب برمي من هون، هذا الهولدر اللي هون بلوك هولدر بيقرب لقدام لسي 1 مايكرومتر او 2 مايكرومتر حسب ما انا عايره. اوكي، بيقرب وبيطلع وبينزل، بيطلع لفوق وبينزل لتحت. فانا عمليا بما انه هذا البلوك هو حوالينه في بارافين وبنصه في الليفر تيشو، اوكي، فبدي اعمل نوع من التريمينج لانه قدامه للكيوب اوف ليفر تيشو في بارافين، فانا هو بدي ابريه هون لحديت ما اوصل لوين، لعندية الليفر تيشو نفسه اللي بدي اعمل له سلايسنج. سو كل شوي بقرب هذا شوي، قرب 5 مايكرومتر، بقرب شوي بيطلع طلوع وبيخبط، اذا خبط قدام ما بصيب السكينه. منيح، بلعب بقرب، ضلني قرب لحديت ما وصل لوين، لعندية السكينه. بس وصل لعندية السكينه بقرب 5 مايكرومتر، بقوم شو بيطلع، بقرب له 5 مايكرومتر بيطلع لفوق البلوك وبيخبط نزول، بيخبط بيمين بالستيل نايف هون هيك مثل شارب ايدج، بيعمل سلايس منها. منيح، هالسلايس بيكون سمكتها 5 مايكرومتر مثل ما عيرتها من هون. اذا انا معايره على اساس يقرب 5 مايكرومتر، اوكي، فمعناتها انه كل سلايس رح تكون سمكتها 5 مايكرومتر. اوكي، طيب هلا عاده نحن باللايت مايكروسكوب شو بصير؟ انه ثين سكشنز اللي انا بدي اعمل لهم سلايس بده يكونوا بين 1 اند 10 مايكرومتر. اوكي، حسب كل نوع تيشو او كل دراسه هي بتفترض سمكه معينه. Let's say on average نحن انا بدي اعمل thin section of 5 micrometer thickness، فبعتها بعير هون انه يقرب 5 micrometer، بيطلع وبيخبط وبيضرب السكينه، بينزل منه سلايس بتلقاها من قدامها لهي النايف. اوكي، وبشيلها بفورسبس بحطها على جنب على جلاس سلايد. اوكي، هلا المهم اول شيء بلش بالتريمينج، كل مره بعمل تريمينج، يعني معناتها السلايسات الاولانيات رح يكونوا بس بارافين. As I proceed further لقدام بعد ما اعمل تريمينج
للبارافين اللي حوالينه للليفر تيشو، بيوصل لمحل، بده يوصل لمحل انه انا بس اعمل سلايسنج هون، هذا تخبط على السكينه اوكي، راح بصير انه راح تنزل هلا بارافين اوكي على اطراف وبنصها شو في ليفر تيشو اوكي. صار عندي هلا هون هلا نزل سلايس اسمه عفوا مش كورونا اوكي، بدي انزل سلايس سلايس بتشبه لك. والحكي هون بيشبه كيف المرتديلا على فستق وزيتون، شايفين هذه المكنه بالسوبر ماركت بس يعملكم سلايسنج للمرتديلا اوكي. فبتنزل سلايس اوف مرتديلا وبيجوا حبات الزيتون مبرمين بوسطها للسلايس. فعمليا المرتديلا هون هو مين؟ البارافين اللي هون اوكي، والسلايس حبة الزيتون هي بتكون الليفر تيشو. بعتقد هاي الصورة أوضح بالطريقة هيدي. طيب يعني معناتها أنا عملت هلا سلايس لنقول وحدة، هي سلايس نزلت هون لقطها بفورسبس وين راح حطيتها على جلاس سلايد. يعني هلا السلايس المحطوطة على جلاس سلايد هي كناية بتشبه قطعة المرتديلا يعني بارفن على الزوايا وبنصها شو في بالرايمي هيك فيها بقلبها مين؟ ليفر تيشو اوكي. هلا شو بصير؟ بقوم باخذ هذه الجلاس سلايد بحطها على هيتنج بليت، على هيك بليت سخان اوكي، بس حطها على هيتنج بليت شو بصير بالبارافين اللي حوالينا؟ بدوب بدوب، بغسله بمي، بتص عليها شويه مي، بغسلها بنشفها. شو باقي على الان على الجلاس سلايد؟ حبه الزيتونه اللي هي مين؟ سلايس اوف ذا ليفر تيشو لازقه على الجلاس سلايد. منيح لهون؟ هيدي ذاتها، هاي اللي شفناها هلا هي ذاتها بتشبه السلايد اللي كنتوا تطلعوا عليها باول سمستر مع البيزك هيستولوجي باللاب هيستولوجي. بس بعد ما خلصنا هون اللي بصير انه بعدين انه انتوا هذا التيشو سكشن اللي عم اللي علقت هلا على السلايد اوكي تبعيت الليفر، ات از كولورليس، ما عندها لون، وبالتالي اذا بحطها تحت الميكروسكوب انا ما بقش على شيء، يعني از فيري ترانسبيرنت، مش كانت كلير، وبالتالي انا لا اقدر شوف الديتيلز within that tissue تبعوا الليفر كيف تركيبته للليفر cells that make up liver tissue وهكذا لازم لونها. So I need to stain it. في شيء اسمه stain أو dye material dye solution. dye solution مواد ملونة. طبعا في هون مجموعة مواد ملونة نحكي عنهم هلا بعد شوي، كل وحده لها طريقتها، كل وحده بتتفاعل مع مكون معين من مكونات السيلز والخلايا، وبالتالي طريقه الستيننج لهالتيشو وتفاعل الستين او الماده الملونه مع مكونات التيشو بتعمل لي نوع من الكونتراست او بمكونات التيشو بتخليني اشوف الديتاز مثل ما هن. على كل حال فانا باخذ هذا الجلاس سلايد عليها السلايس هاي حبه الزيتون او الليفر تيشو وبسقط عليها مثلا فيو دروبس اوف ستيننج ماتيريال معين نحكي عنها بعد شوي، بتركها شي 10 دقائق ربع ساعه، بعدين بشيلهم وبغسلها اوكي. هلا صارت شو الماده الملونه هاز انفلتريتد انتو ذا تيشو سكشن اللي هي سمكتها هلا 5 مايكرومتر مثل ما قلنا اوكي، صارت تيشو سكشن placed on a glass slide stained ملونة okay and ready to be examined under the light microscope. يعني انتوا اللي تطلع عليه بتشوفوا الوان وكونتراست اوف الوان منين اجى؟ من ورا ستيننج. هلا طبعا انا لا تو بروتكت التيشو سكشن اوكي بجيب هيك كفر سليب صغيره ازازه رقيقه كثير وبحطها على التيشو سكشن وبلزقها على اطرافها. بهالطريقه هيدي انا انتجت جلاس سلايد عليها تيشو سكشن اوف ليفر ستيند وبالتالي بروتكتد باي اي كفر سليب، والكفر سليب ملزقه عليها، وبالتالي هيدي سلايد صارت بريزيرف تقريبا فور ايفر اوكي. ذات اي نيد تو بليس اندر ذات اي كان بليس اندر ذا لايت مايكروسكوب. هلا صرت انا ريدي تو اكزامين ذات جلاس سلايد شو هو كونتينينج ماي ليفر تيشو سكشن اوف انترست. I'm ready now to examine it under the light microscope and look at the details that make up the tissue within magnification
طبعا شفت تذكروا باللايت مايكروسكوب، في عندي اوبجكتيف لانس بديفرنت ماجنيفيكيشن حسب الماجنيفيكيشن اللي انا بدي اشوفه فيها لهذا الليفر تيشو. اوكي، او لان مجموع ستيبس اللي حكيناهم اللي هن بده يقطع فيهم اي ليفر تيشو بنحضره ليوصل ليصير في عندي تيشو سكشن بسماكه معينه. اوكي، ريدي تو بي اكزامند اندر ذا لايت مايكروسكوب. طيب هلا بالنسبه، بس كيف فكره هون على الماشي هون بالنسبه لللايت مايكروسكوب. اوكي، نصغرها شوي هون. هذا اللايت مايكروسكوب، اوكي، هذا اللي انتم استعملتوه. لايت مايكروسكوب اذا انبسط طريقته هو بيعتمد على اللايت هون، في لمبه هون هي مصدر الضوء، بعدين في عندي هون فوق بيضرب الضوء، بس نفتح الضوء بيضرب الضوء على كوندنسر مكثف للضوء هون، وبعدين هون في عندي ستيج هون، شايفين هاي ستيج محل ما بتحطوا انتم الجلاس سلايد هون، اوكي، وبتثبتوها بهذه الحديده. اوكي، الضوء بيطلع من عنديه اللمبه is condensed by the condenser، بعدين بيضرب الضوء وين؟ بالسلايد اللي حاطينه انتم هون، انتم حاطين سلايد هون هيدي اللي حكينا عنها من شوي، بفوت الضوء بيخترق التيشو سكشن، بعدين بيضرب بعدين وين؟ بأوبجكتيف لانسز، شايفينهم هول الثلاثة أربعة اللي كنتوا تبرموهم كلوك وايز، تكبير 10، تكبير 40 مرة، تكبير 100 مرة، اكسترا. هي بسموها الأوبجكتيف لانس، أوكي؟ اللي هي العدسة المكبرة الأساسية. يعني هلا هي العدسة اللي هون أوبجكتيف لانس عم تكبر صورة لمين؟ للتيشو سكشن بمكوناتها المختلفة اللي هي ملونة هلا وفيكست وملونة وكل شيء، وعم نشوف تفاصيلها اللي هن بيشبهوا التفاصيل تبع هيدا التيشو مثل ما كأنه بعده موجود بقلب الانيمال، كونه نحن بلشنا انه لما بلشنا البروسيسنج حطينا له فيكسيشن، فيكسيشن منعت عملية الديتيريوريشن او الديناتشوريشن او الدامج للستركشر تبعها لهيدي السيل، وكملنا بستبات التانيين، وبالتالي عملنا نوع من البريزرفيشن لهيدا التيشو بحيث حافظنا على الاورجانيزيشن لكل مكوناتها لهيدي السيلز او التيشو as if it is still in the living state، وبعدين لونناها لنقدر نشوفها شو هي تحت الميكروسكوب. طيب فاذا طلع الضوء من عندي اللامب من هون ضرب على الكوندنسر، الكوندنسر بيضرب على السلايد، السلايد بتطلع الصوره بتلتقى مين؟ الاوبجكتيف لانس. اذا استعملت تكبير هذا مثلا بتكبر لي اياها لهون 10 مرات، اذا زحت هذا لهون 40 مره، زحت الثالث مثلا بكبر 400 مره او 1000 مره، لهن بعدين العدسه الصوره اللي بتعكس من خلال الاوبجكتيف لانس وين بتروح تضرب؟ تضرب على في شيء اسمه هون الاي بيس، شايفين هي الاي بيس؟ شو بدنا بالتفاصيل الثانيه؟ في كمان عدسه مكبره، عم بتحطوا عيونكم انتم لتطلعوا. ما هيدي كمان عدسة بتكبر، بس بتكبر شو؟ بتكبر المكبر. يعني عمليا العدسة المكبرة الأصلية هي هي الأوبجكتيف لانس، هي بتكبر الأساسا، وبترجع هيدي بتكبر هذا المكبر مثلا مرتين لثلاث مرات. المهم أنتوا الصورة اللي عم ترسم من خلال الأي بيس هي بتشكل شو؟ هي بتمثل الفاينل ماجنيفيكيشن، اللي هي تكبير الأوبجكتيف لانس لهي الصورة اللي هون ضرب تكبير مين؟ اللينس تبعيت الاي بيس هون. اوكي، لو عم تطلعوا عليه بالعين هون هو مين؟ الفاينل ماجنيفيكيشن. بتطلعوا الفاينل ماجنيفيكيشن او 100 مره او 500 مره او 1000 مره. اوكي، انتم بتكبروا حسب شو بدكم تشوفوا ديتيلز بقلبها للتيشو سكشن. نورمال هذا اللايت مايكروسكوب عاده عنده قدره تكبيريه اب تو 1500 مره، طبعا بيفرقوا بين الموديل والثاني وبين نوع الميكروسكوب والثاني، بس عنده قدرة تكبيرية up to 1500 times. اوكي، طيب هي شغلة. هلا بالحديث عن اللايت مايكروسكوب كان بيسوى الحديث عن شيء اسمه resolution. اوكي، شو يعني resolution؟ او بسموها resolving power، او بسموها power of resolution. كل instrument، كل لايت مايكروسكوب، كل مايكروسكوب عنده قدرة بسموها ريزولفينج باور معين. كيف بتقولوا مثلا الكاميرا عندها هاي ريزوليوشن كاميرا، لو ريزوليوشن كاميرا، يعني هاي الريزوليوشن هدف منها انه توجد لكم او تعمل لكم صوره فيري شارب فيري كلير، وبتبرز كل الديتيلز الموجودين بالمشهد اللي انتم عم تلتقطوا الصوره منه. اوكي، هون نفس الفكره،
انه هذا الميكروسكوب انا عم بطلع على تيشو سكشن، بدي احاول اشوف التفاصيل لهذا التيشو سكشن، اوكي، بديتيلز معينين، بنقاوه معينه، بوضوح معين. هذه الديتيلز والنقاوه والوضوح اللي بخليني انا احققهم مين؟ شيء اسمه ريزولفينج باور اوف ذا لايت مايكروسكوب. ريزولفينج باور، اوكي، اللي هي عاده اللي بيحددها هي مين؟ الاوبجكتيف لانس اللي هون. ايه الاوبجكتيف لانس؟ شو الهدف منها؟ غير انه مساله التكبير، انه بنقول عندها ريزولفينج باور معين. بحيث يعني ريزولفينج باور؟ يعني انه قدره المايكروسكوب على انه يخليك تشوف نقطتين مثلا. اذا لنقول اذا عندكم نقطتين، لنقول ميتوكوندريا حد ميتوكوندريا، او مثلا لايسوسوم حد لايسوسوم، اوكي، او اكتين فيلمنت حد اكتين فيلمنت، اوكي. لاقدر انا اشوف اثنين اكتين فيلمنت او اثنين ميتوكوندريا حد بعضهم البعض على التيشو سكشن، لازم تكون الديستنس بيناتهم 0.2 مايكرومتر. اللي عم اقول هيك لانه اللايت مايكروسكوب الريزولفينج باور تبعيته هي 0.2 مايكرومتر. شو يعني ريزولفينج باور اوف 0.2 مايكرومتر؟ يعني اللايت مايكروسكوب عنده القدره، اذا عندي انا نقطتين حد بعضهم ضمن سيل، الديستنس بيناتهم 0.2 مايكرومتر اند ابوف، I can see them ساعتها as two points. Yeah. Which means إنه إذا كانت distance between these two points تحت 0.2 micrometer اللي هو تحت مستوى resolving power of the light microscope، ساعتها ما بشوف، I cannot see them as two points, I'll see them as one point. معناتها شو هو؟ ضاعت الديتيلز. يعني إذا أنا عم شوف شغلتين، نقطتين تحت مستوى resolving power that allows me أو that is allowed by the light microscope، ذات أنا بطل شوف details اللي هن اثنين ميتوكوندريا أو نقطتين. ما هو لهن، هو لهن details أنا اللي عم بطلع عليهم ضمن تركيبة السيل. وبالتالي ضمن resolving power تبع light microscope اللي هو 0.2 micrometer، كل شيء شغلتين حط بعضهم مسافتهم من 0.2 micrometer and above، ساعتها بشوفهم هن مثل ما هن. اما اذا كانت تحت هيك ما بقدر اشوفهم الا نقطه واحده. عشان هيك في عندنا بعض الشغلات ضمن السيل، اذا عم تطلع على لايت مايكروسكوب، يعني انا اللي بكبر قوه التكبير تبعيته اللايت مايكروسكوب اللي هي 1000 او 1500 مره زائد الريزولفينج باور تاعيته is what allows me to see details within the cells of that tissue. طبعا ديتيلز هول اللي عم نحكي عنهم هلا نحن ضمن اللايت مايكروسكوب هن ليميتد، يعني هذا قوه التكبير زائد الريزولفينج باور ما بتسمح لي اني اشوف كل التفاصيل. يعني هلا في شغلات مثلا مثل الاور رايبوزومز ما بشوفهم، اوكي، لانه الريزولفينج باور از فيري ليميتد. بينما لتفهموها اكثر، اذا بتاخذوا الالكترون مايكروسكوب، الالكترون مايكروسكوب بكبر الشغلات اب تو 400,000 مره، زائد انه الريزولفينج باور تبعيته للالكترون مايكروسكوب شو بتعادل؟ من 0.2 مايكرومتر بتعادل 3 نانومتر. شو قديش؟ 3 نانومتر، which means انه انا اذا عندي شغلتين هالقد المسافه كثير صغيره بيناتهم نقطتين اللي هن اب تو 3 نانومتر بقدر اشوف النقطتين. بينما هذه منا هاي الحاله موجودة ضمن اللايت مايكروسكوب، لأنه resolving power of the light microscope is 0.2 micrometer. كل شيء تحت 0.2 micrometer ما بقدر شوفه. بينما بالإلكترون مايكروسكوب لأنه عنده higher resolving power اللي هي تقريبا 3 نانومتر، أوكي، ساعتها أنا I can see details قد ما كانت صغيرة، لأنه عنده higher resolving power إلكترون مايكروسكوب، زير عنده شو هو؟ higher magnification power. اوكي، طيب هلا having talked about resolving power و light microscope واللي بدكم اياه، نرجع لهذه الصوره وبنقول هلا كل البروسيس اللي انا شرحته هو بيحكيكم عن steps that you need to follow in a lab in order to prepare a tissue section ready to be visualized under the light microscope. مثل ما حكينا من الفيكسيشن للديهايدريشن للكبيرينج للانفلتريشن للي بدكم اياه. خلينا نكبرها شوي هيدي، اوكي، للامبيدنج للتريمينج للسكشننج، اوكي. طيب
هلا كل اللي قلتهم هن ابلايز لمين؟ لللايت مايكروسكوب. طيب هلا نفس ستيبس انا بستعملهم if I need to visualize or to prepare a tissue section when to be seen under the electron microscope. يعني المبدا هو ذاته ولكن في بعض الفروقات. شو هي الفروقات اللي بتميز طريقه تحضير التيشو سكشن عند الالكترون مايكروسكوب to be examined under the electron microscope؟ نفس الشيء. يعني هلا بيجي لهون بقول انترستد انه اطلع على ليفر مع ديتيلز كثيره فيرذر ديتيلز اندر ذا الكترون مايكروسكوب. بجيب الليفر بعمل له كيوب بعمل له فيكسيشن. اوكي هلا الفيكسيشن مثلا هي ذاتها بس بلاقي هون استعملت عند اللايت مايكروسكوب شو استعملت؟ استعملت فورمالين او 37% فورمالديهايد. بينما بالفيكسيشن عند الكترون مايكروسكوب اوكي بستعمل مثلا مثل انذر فيكساتيف مثل بسموه جلوترالديهايد. جلوترالديهايد so different fixative. الديهايدريشن هي زيتا بدي بقطي هذا 70% 80% 90% 100% ايثانول. بروح على الكليرينج. الكليرينج ما بستعمل هون شو استعملت انا الكليرينج سولفنت تولوين. بحط الالكترون مايكروسكوب اذا عم حضرت شو سكشن الالكترون مايكروسكوب شو بستعمل هون زايلين اكس واي ال اي ان اي زايلين ك اورجانيك سولفنت اوكي تو كلير the tissue. Then هون إيش عملت infiltration okay with paraffin عند the light microscope. عند the electron microscope لا ما بستعمل paraffin. شو بستعمل؟ بستعمل medium تاني هو بسموه من نوع من ال plastic resin. resin مادة مادة في حال عرضتوها للحرارة it will become extremely hard. بسموه plastic resin okay extremely hard. اوكي هلا بتقولي ليش هون؟ لانه هلا بقولكم بعد شوي انه لو بدي اعمل سلايسنج عند التيشو سكشن تو بي ريدي تو بي اكزامند فور ذا الكترون مايكروسكوب سلايسنج بده يفرق. نعم لنتذكروا انه بالالكترون مايكروسكوب انا بدي ثينر سكشن ذان ذا سكشن اللي حضرته لللايت مايكروسكوب. راح تفهموا بعد شوي. فعمليا انا عند اللايت مايكروسكوب استعملت paraffin as infiltrating material أو substance. عند الالكترون مايكروسكوب شو بستعمل؟ plastic resin وبكون solution gel بعرضها للحرارة بتصير very hard. يعني أنا بدي انتهي فيما لو عم حضر هذا التيشو section for الالكترون مايكروسكوب راح يصير عندي بلوك مثل هيدا بس فرق ما يكون paraffin. paraffin hard بس بعده hard يعني مقبول. يعني بيكون plastic resin ومعبى البلاستيك هذا الريزن جوات الليفر نفس الشيء. اوكي بلاستيك ريزن هلا في اسماء منه في انواع في منه. واحد اسمه ايبون واحد اسمه ال ار وايت مثلا. هذا نوع من البلاستيك ريزن ذات بوليمرايز اند بيكمز فيري هارد ات هاي تمبريتشر فمعناتها الامبيدنج وين عم بصير ضمن البلاستيك ريزن مثل ما هون الامبيدنج عند اللايت مايكروسكوب صارت ضمن شو بارافين. طيب هلا شو في فروقات كمان بالالكترون مايكروسكوب؟ هذا انا بدي اروح اعمل له هلا تريمينج نفس الشيء تريمينج واعمل منه سلايسينج. طيب اتذكروا انه باللايت مايكروسكوب انا عملت شو استعملت؟ استعملت هذا اللي هي المايكروتوم مش هيك؟ المايكروتوم شو استعملت مع المايكروتوم لاعمل سلايسينج لهذا البلوك اوف بارافين؟ استعملت ستيل نايف. لا بالالكترون مايكروسكوب نرجع باك هون هذا البلوك اللي هو ميد اب اوف بلاستيك ريزن مثل الايبون والال ار واي اوكي راح اجي اعمل له تريمينج. ما بستعمل هون ستيل نايف. شو بستعمل؟ شغلتين اما دايموند نايف او جلاس نايف يعني السكينه الايدج تبعها ميد اب اوف دايموند او ميد اب اوف جلاس لانه شاربر اوكي بلس انه الجلاس نايف او الدايموند نايف لما بيجي بيقطع عليها هذا البلوك مثل بحالة هون لما بيجي بقطع هذا البلوك على دايموند نايف هون او جلاس نايف بيكون السلايس شاربر وبالتالي شاربر بمعنى شاربر وستدي اكتر. هلا ليش ستدي اكتر؟ لانه البلوك مش بارافين هلا ده بلاستيك ريزن لانه السبورت حوالين التيشو اذا كان قاسي كتير بيخلي بس نعمل سلايسنج نحن سلايس كون هوموجينيس سلايسنج فيري اديكويت وبالتالي ثينر
thinner لانه يلي عليه بالشاربنس اوف ذا ايدج اوف ذا دايموند اور جلاس نايف. فمعناتها انا بالالكترون مايكروسكوب راح اعمل سلايسنج اوكي من خلال سوليد سبورت هون اللي هو البلاستيك ريزن، والسلايس راح تطلع معي راح تطلع فيري ثين. ليه؟ لانه السكشنز اللي احنا انتجناهم نتيجة القطع اللي صار عند اللايت مايكروسكوب شو كانوا هول السكشن سمكتهم؟ تذكروا نحن بنعمل سمكة بين 1 مايكرومتر and 10 مايكرومتر. بينما اذا انا محضر تشو سكشن to be visualized under the electron microscope لازم يكون السكشنينج تبع على هالسلايس هو او شو هي بسماكة less than 1 مايكرومتر، اقل من 1 مايكرومتر، بقوله بين ال 40 وال 90 نانومتر. سو معناتها the thickness of the tissue section to be visualized under the light microscope is between 1 and 10 micrometer. بينما the thickness that I need to make for a tissue section under to be visualized under the electron microscope has to be below 1 micrometer, that is about 40 to 90 nanometer. هذه هي السمكة، عشان كده بنسميه سكشن الترا ثين سكشن. حتى المايكروتوم عند اللايت مايكروسكوب شو سميناها؟ هيدي مايكروتوم. بينما اذا بستعمل انا دايموند نايف او جلاس نايف وبنتج من خلالها اكستريملي ثين سكشن سميناهم الترا ثين سكشن، اوكي؟ شو بصير نسميها المايكروتوم؟ الترا مايكروتوم، يعني ايه؟ مايكروتوم ذات كان برودوس الترا ثين سكشنز، اوكي؟ هلا هيدي السلايس اللي طلعت معنا هلا بروح حطها على جلاس سلايدز؟ لا مش مزبوط، لانه اذا انا بدي اشوف هالتيشو سكشن تحت الالكترون مايكروسكوب اللي هو هذا شكله، طلعوا هذا الالكترون مايكروسكوب باين صغير بس انا بده غرفه كامله حتى يستوعبه. ها لايت مايكروسكوب انا بيجي بحط التيشو سكشن اللي هي صغيره ثين سكشن، وين بيجي بحطها؟ بحطها على مش على جلاس سلايد، على جريد هيك مثل قطعه كوبر هيك بالرايم صغيره اوف كوبر، وبقلبها مثل مش هيك مشبكه. شايفين هالبرايم اللي هون؟ هالبرايم اللي هون تمثل مين؟ تيشو سكشن. فانا بجيب التيشو سكشن اللي حضرتها من خلال دايموند نايف او الجلاس نايف، وبيجي بحطها على جريد هون، جريد اوف كوبر، لانه هالجريد هي بالرايم صغيره هيك قد حبه العدسه تقريبا حجمها. نعم بنحط عليها التيشو سكشن وفيها هيك مشبكه بشبابيك صغار، اوكي؟ وبيجي هذا مكنه الالكترون مايكروسكوب في بقلبها مثل سبيسيمن هولدر، طلعها لبرا وبحط هيدي الجريد على راس سبيسيمن هولدر وبدخلها على قلب الالكترون مايكروسكوب لثبتها ضمن هذا المحل هون. وهذا الشيء كله عم بصير اندر فاكيوم، تذكروا بالالكترون مايكروسكوب كل الشغل اللي عم بصير جواته بميكانيكيه الالكترون مايكروسكوب occurs under vacuum. يعني عمليا بالالكترون مايكروسكوب في عندي كاتود هون ما بتبعت ضوء، بتبعت الكترونز، الكترون بتضرب من مجموعه فلاتر او كوندنسرز، بعدين بتضرب وين؟ على هون صارت السلايد هذا، هذا الجريد اللي هون صارت موضوعه هون جوا، بتضرب عليها وبترجع بتعمل بينتريشن لهالتيشو سكشن اللي موجود على الجريد، بعدين يضرب من خلال اوبجيكتيف لينس هون، انترميديت لينس، بروجيكتيف لينس، اخر شيء بترتسم الصوره على سكرين هون. هيدي سكرين هون بتفرجيكم شو في عنا بقلب التيشو سكشن تبعو الليفر، طبعا بماجنيفيكيشن عالي كثير مع هاير ريزولفينج باور، قلنا بتعادل اباوت 3 نانومتر وذ ماجنيفيكيشن باور اب تو 400,000 تايمز. اوكي نرجع باك لهون. فاذا لحديت هلا اذا بدي اعمل كومباريسون بين overview comparison between the way you prepare a tissue section for light microscope or electron microscope. ساعتها بقول التالي انه الفيكسيشن عند اللايت مايكروسكوب از فورمالين او 37% فورمالديهايد، بينما عند الالكترون مايكروسكوب شو بنستعمل الفيكساتيف جلوترالديهايد. الديهايدريشن ستيب عند اللايت الكترون مايكروسكوب هي ذاتها اللي هو جريدد سيريز اوف ايثانول. الكليرنج ستيب
عند اللايت مايكروسكوب استعملنا من الاورجانيك سولفنت استعملناه تولوين، بينما عند الالكترون مايكروسكوب الاورجانيك سولفنت اللي استعملناه هو شو؟ زايلين. الانفلتريشن ستيب عند اللايت مايكروسكوب استعملنا البارافين، بينما عند الالكترون مايكروسكوب استعملنا بلاستيك ريزن. اوكي، بعدين الامبيدنج، وي هاف امبيدد اور تيشو باللايت مايكروسكوب امبيدد وذ بارافين، بينما وي امبيدد وين؟ عند الالكترون مايكروسكوب وذ بلاستيك ريزن. بالنسبه للسكشننج، المكنه اللي استعملناها تو سكشن اور تيشو هي مايكروتوم عند اللايت مايكروسكوب، بينما عند الالكترون مايكروسكوب شو استعملنا؟ نسميها الترا مايكروتوم. بالمايكروتوم تبعيت بالنسبه لللايت مايكروسكوب تيشو سكشن ذات وي هاف برودوس فور لايت مايكروسكوب اكزامينيشن استعملنا ستيل نايف، بينما بالالترا مايكروتوم بالنسبه للالكترون مايكروسكوب شو استعملنا؟ اما دايموند نايف او جلاس نايف. التيشو سكشن ذات وي هاف برودوس بالنسبه تو بي اكزامند اندر ذا لايت مايكروسكوب سمكتهم بين 1 اند 10 مايكرومتر، بينما التيشو سكشن ذات وي نيد تو برودوس تو بي فيجواليز اندر ذا الكترون مايكروسكوب بتكون سمكتهم ليس ذان 1 مايكرومتر، ليس ذان 1 مايكرومتر، ذات اي 30 او 40 تو 90 نانومتر. اوكي، هلا طبعا ما حكينا بعد على ستيننج. وقت قلنا بستيننج تقريبا ستيننج ممكن يكون مشترك الماده الملونه، طبعا هلا قبل ما حطيناها بالالكترون مايكروسكوب للتيشو سكشن اللي حطيناها على الجريد. اوكي، تذكروا انه بس قبل هيك لما حكينا انه بالنسبه لللايت مايكروسكوب التيشو سكشن اللي عملناها حطيناها على كلاس سلايد then we stain it and then we cover it with a cover slip، بينما بالنسبه لل الالكترون مايكروسكوب اوكي التيشو سكشن اللي نحن عملناها بنحطها على كوبر جريد وبندخلها على قلب الالكترون مايكروسكوب اندر فاكيوم، بعد ما نكون عملناها ستيننج تقريبا بنفس ستيننج ماتيريال مشتركه بين اللايت والالكترون مايكروسكوب. اوكي، هذه هي الفرق. طبعا مع شيء ذكرناه قبل اللي هو شيء له علاقه بالريزولفينج باور عند اللايت مايكروسكوب، انه وقت الريزولفينج باور عند اللايت مايكروسكوب هي 0.2 مايكرومتر، وانه اللايت مايكروسكوب allow us to magnify the object to be examined or the tissue section to be examined up to 1000 or 1500 times، بينما بالالكترون مايكروسكوب الريزولفينج باور تبعيته هي about 3 نانومتر. اوكي، والماجنيفيكيشن باور تبعيته up to 400,000 times، which means انه both light and electron microscope allow us to see details of our structure in detail for the tissue section that we are examining with the difference انه electron microscope has a higher magnification power, has a better resolution, وبالتالي the electron microscope allow us to see further details compared to the light microscope and allow us to see details or components of cells and tissue with higher resolution. Okay? All right. طيب انا رح هلا وقف بس عشان قصه التنزيل وغيرها، رح كمل وراها دغري الفيديو الثاني.